بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم ازاي نعمل ترانسليشن بالانجلر باستخدام ان جي اكس ترانسليت. ده الريزلت اللي احنا نوصله في الاخر، اللي احنا يبقى عندنا دروب داون ليست اللي احنا ممكن نختار عربي، هيحول لنا كل الكلام اللي موجود في السيستم العربي، وانجليش هيجيب الكلام بالانجليش. هسيب اللينك ده في الديسكريبشن ان شاء الله. اول حاجه الانستليشن، بعد ما احنا بنسطب البروجكت الانجلر بنعمل الكوماند ده بناء على الفيرجن بتاعه الان جي اكس ترانسليت. لو انت مسطب الانجلر 8 يبقى لازم يبقى الان جي اكس ترانسليت الفيرجن بتاعها 12، او لو انت مسطب الفيرجن الانجلر اللي عندك 9 يبقى لازم 12 وشويه. وفي حاجه اسمها انجلر اتش تي بي لودر لازم يبقى فيرجن 5. لو انت الفيرجن اللي عندك 10 يبقى لازما ال ان جي اكس ترانسليت فيرجن 13 وان جي اكس ترانسليت اتش تي بي لودر 6. انا الانجلر اللي عندي 8 فلازما يبقى عندي الاتش تي بي ان جي اكس ترانسليت 12 وان جي ان جي اكس ترانس اتش تي بي لودر لازما يبقى 4. تمام. لو انت عايز تسطب فيرجن معينه ده الكوماند العادي ده كده هيسطب لك اخر فيرجن من ال ان جي اكس ترانسليت. لو انت عايز تسطب سبيسيفيك فيرجن تحط ات وتكتب الفيرجن اللي انت عايزه، فده الكوماند اللي احنا هنستخدمه. عشان انا مسطب انجلر 8 عشان على الجهاز عندي انجلر 8، فبعد ما عملنا البروجكت هنسطب الباكج اللي هي ان جي اكس ترانسليت. تمام كده دلوقتي سطبنا اللايبراري بتاعت ال NGX Translate الفيرجن بتاعها 12. تعال نشوف التوتوريال اللي احنا ماشيين عليها. بعد ما نعمل ال Installation بنيجي على الاب موديول، لازم نضيف الموديل بتاع ال NGX Translate ونضيف الموديول في الامبورت. تمام، خلينا نمشي وراها في خطوات. ده لو احنا عاملين شيرد موديول، بس احنا مش عاملين شيرد موديول، احنا عاملين هو موديول واحد بس، فكده احنا مش هنستخدم الحته دي. قال لك هنا بقى لازم نسطب حاجه اسمها ان جي اكس ترانسليت اتش تي بي لودر، وزي ما احنا كنا شايفين فوق لازم يبقى الفيرجن بتاعها عشان انا انجلر 8 لازم يبقى الفيرجن بتاعها 4 وشويه، فده الكوماند بتاعها. زي ما قلت هو نفس الكوماند بس بتقول له ات وتكتب رقم الفيرجن اللي انت عايز تسطبه تبي لودر. نمشي مع التوتوريال. هو هنا زود ميثود هنا عشان يروح يجيب المكان بتاع الترانسليشن. احنا هنعمل تو فايل، فايل للعربي وفايل للانجليزي، وهو هنا كده انت بتقول له روح للمكان ده وهات لي، لو هو اللغه عربي هات لي الفايل اللي هو بيبدا بي ار، لو هو انجليزي هيبدا الفايل اللي هو بيبدا بي ان. هنشوف الكلام ده كله موجود معانا. اول حاجه نضيف السطر ده. تمام، هو هنا مستخدم الاتش تي بي مديول فلازم نيمبورت الاتش تي بي كلاينت. تمام، كلاينت مديول و ضفنا ال HTTP loader. تمام، وجينا هنا في ال translate مديول هنقول له في الفور لود في الفور لو في الفور في الفور روت هنحط اللود لل translate loader. تمام، هنا باي ديفولت عشان الاسيد ده بيطلع معانا في الديبلويمنت، فاحنا لازم يعني ودي حاجه متفق عليها اللي هو لازم يبقى في فولدر اسمه اي 18 ان، وفي اي هيجيب لي الفايل اللي هو بيبقى نهايته دوت جيسون. فاحنا هناخد السطر ده مكان السطر اللي هناك مكان ده. تمام، ونيجي هنا في ال
هنيجي على فولدر الاسيت ونعمل فولدر اسمه اي 18 وهنحط فيه الاي ار دوت جيسون. ده كده عربي اي ان دوت جيسون، انجليزي لو فرنساوي اف ار. فاحنا دلوقتي هنترجم العربي وانجليزي، فهنكريت فولدر في الاسيت اسمه اي 18 ان، جوايا تو فايل. اول فايل اسمه اي ار دوت جيسون، وتاني فايل اي ان دوت جيسون. تمام، هو هيبقى جيسون فايل عادي. مثلا احنا هنقول هلو الكي والفاليو مثلا هلو اورلت. تمام، احنا هنحط بس في قيمة واحدة دلوقتي عشان نتست بيها الدنيا شغالة ولا لا. تمام، بنيجي في العربي بنعمل نفس الكي، بس بنكتب بقى هنا الكلمة العربي اللي احنا عايزينها. تمام، نيجي بقى في المكان اللي احنا عايزين نستخدم فيه الكود بتاعنا. نمسح ده كله. تمام، هنيجي في ال HTML هنحط الكي اللي احنا كنا كاتبينه help وبايب كده translate. ونيجي هنا في ال TypeScript في constructor نستخدم ال translate. له ضيف تو لانجوج اللي هو اي ان عربي اي ان انجلش و اي ار عربي، ونقول له سيت ديفولت انجلش و ترانسليت دوت يوز اي ان ديت اللي هو عشان يخليه يبقى انجلش. تعال نشوف الريزلت، ادي انجلش. اول لما ادوس عربي اتحول للعربي. تمام، تعال نشوف الكود. هو هنا عامل في الاون تشينج، احنا ممكن نعمل ديت سب ميثود كده تشينج. ونحط والتشينج ديت ميثود بتاخد الفاليو اللي في السليكتور ده. فانا هعمل هنا هعمل ميثود اسمها اون تشينج في التايب سكريبت بتاخد اللانك الاوبجكت ده، واقول له هنا this dot translate dot use lang. تمام، يبقى الميثود دي هتعمل ايه؟ دي اللي بتحول على حسب اللي انا اخترته. لو اخترت عربي هتروح هنا جايبه هنا حط هنا زيز دوت ترانسليت دوت يوز اي ار، فهتحوله العربي. لو كان انجلش يبقى ايه هتعمله انجلش. تعال نشوف. تمام، طيب لو عايزين نخلي بدل ما يعمل ترانسليت من على طريق ال HTML يعمل ترانسليت من عن طريق التايب سكريبت، هنخليه مثلا هنعمل فاريبل جديد كده مثلا اسم نيو، في العربي هنقول مثلا جديد. ونيجي في الانجليش نقول له برضو نفس الكي، لازم يبقى نفس الكي نيو. والفاليو ممكن نكتب اي حاجة، نيو تيست مثلا. تمام، طيب انا عايز الفاريبل ديت تيجي من التايب سكريبت ما تجيش من ال HTML، يعني مش عايز احطها بالمنظر اللي هو بالمنظر اللي فوق ده. فانا مثلا هنعمل ايه في الطريقه ديت. هنيجي هنا في الاب كومبوننت هنعرف فاريبل جديد اسمه تيست مثلا، ده بروبرتي عاديه، ونقول له this dot test equal this dot translate دوت انستنت، ونحط هنا الكي اللي احنا عايزينه. تمام،
طيب انا عشان عايزه بقى في الاون تشينج يحس بالتغيير ده، فهاخد نفس السطر ده واحطه في الاون تشينج، وانا قايل له زيز دوت تيست. هنا بتيجي ايه بقى، هو هنا بيعرض دوت تيست. فتعال نشوف كده، ثواني. تمام كده في الانجليش عمل نيو تيست اللي احنا كنا كاتبينها ديت، ولما نيجي نقلب عربي خليها جديد. يبقى احنا كده خدنا الفاريبل ديت من التايب سكريبت مش من ال HTML. تمام.